على هذه المتابعة الإخبارية السريعة، ونعود مشاهدينا الكرام لتغطياتنا ومرآة عاكسة لليوم الأول من تصويت المصريين من مختلف محافظات جمهورية مصر العربية. كثير من الانطباعات والمؤشرات على الأقل بشكل مبدئي نستشرفها معا وبصحبتي دكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. تحت الحرير دكتور حسن. أهلا وسهلا، مساء الخير أستاذ ريهام. أهلا بحضرتك. يعني بداية، يعني أبرز انطباعاتكم بعد اليوم الأول من التصويت؟ لا طبعا، يعني اجمالا كده تقدري تقولي انه المشهد في اليوم الاول هو مشهد ايجابي بامتياز. يعني تقدري تقولي ان هو، انا زي ما بسميه كده، عبور نحو اكتمال البناء الديمقراطي، لانه حجم كثافه الاقبال الحقيقه من الساعات الاولى، وانا لاحظته الحقيقه على المتابعه شخصيه، يعني كان في فعلا كثافه يعني كبيره جدا خصوصا من الشباب. ده عكس حاجه مهمه جدا الحقيقه يا استاذ ريهام، انه اصبح لدى هؤلاء الشباب درجه عاليه من الوعي بان لهم حق وعليهم واجب، خصوصا في الفترة اللي احنا بنمر بيها. لا تنسي ان الانتخابات الرئاسية يعني بتجرى في ظل ظروف شديدة الحساسية. احنا عندنا توترات شديدة جدا اقليميا في الغرب والشرق والجنوب، وبالتالي هناك مهددات حقيقية للامن القومي المصري، ربما كان استشعار الخطر عند الناخبين خصوصا من الشباب جه تلقائي، وبالتالي شاف ان هو الدور اللي ممكن يؤديه في هذه اللحظة جنبا الى جنب مع قيادة سياسية ان هو يدلي بصوته، انه يختار قياده سياسيه للمرحله المقبله تبقى قادره على مواجهه هذه التحديات، ان هو من خلال مشاركته بصوته يحافظ على امن وامان واستقرار هذا الوطن، تلبيه لنداء الواجب الوطني. طبعا لانه ده ليه الحقيقه؟ لانه اذا كنت انت عايزه تحققي تنميه، مش هتقدري تحققي تنميه الا من خلال امن واستقرار حقيقي. الامن والاستقرار هنا بقى بوصله الناخب المصري، عشان كده يمكن نزل وشارك بكثافه كبيره في اليوم الاول على عكس المتوقع. يعني تعلمي حضرتك انه الانتخابات لما هي بتبقى معموله على 3 ايام الناس يعني بترجع المساله الى اللحظات الاخيره، لكن ده كان فاق التوقعات، وانا اتصور ان اليومين التانيين هيبقى فيهم برضه نسب مشاركه عاليه جدا، لانه الكل يرمي الى ارسال رساله مهمه جدا، انه المصريين على قلب رجل واحد، ان فكره محاوله منافذ الاستقطاب والانقسام دي كلها هتتحطم على صخره التماسك المجتمعي اللي موجود داخل المجتمع المصري. لا تنسي كمان انه المحفزات المهمه على فكره المشاركه التيسيرات اللي عملتها الهيئه الوطنيه للانتخابات، يعني الهيئه الوطنيه للانتخابات الحقيقه من اول دعوه لفتح باب الترشيح ودعوه الناخبين للتصويت لغايه اعلان النتيجه هي الهيئه المسؤوله، وهي هيئه مستقله وكما تعلمي حضرتك تشكيلها قضائي. قامت بتيسيرات كثيره جدا وحث كثير جدا من الناخبين على المشاركه، لانه الصوت هيفرق، الصوت مهم، الصوت مسؤوليه، الصوت امانه. بات الامر مقنعا لدى قطاعات كبيره جدا من الشرائح الشبابيه ولدى المراه ولدى كبار السن، يعني انت خدتي شرائح المجتمع ككل، ويمكن دول اللي كانوا موجودين الحقيقه النهارده امام اللجان الانتخابيه على اختلافها وفي كثير من محافظات مصر. يعني ما تقدريش تقولي كان في محافظه غير محافظه اخرى، لا، المساله كان فيها كثافه كبيره جدا في مختلف المحافظات، بدليل انه الجميع يستشعر نفس الخطر ونفس التحدي. افتكر دكتور حسن ما فيش مفر لما بنحلل المشهد الانتخابي ان احنا نعقد مقارنه بينه وبين استحقاقات سابقه وقد تحسب هذه المره لصالح مشهدنا الانتخابي، انتخابات 2024، وعايزه اخد من حضرتك نموذج الاحساس الناخب ان صوته مثمن من خلال يعني المؤشر السعودي للارقام اللي بتميز الكتل التصويتيه اللي شفناها في اليوم الاول من التصويت. انت عارفه ان انتخابات الرئاسه 2018 كان نسبه التصويت تقريبا 40%. ودي نسبه الحقيقه برضو كويس ان حضرتك اديتينا الفرصه ان احنا نقول هذا الكلام، هذه النسبه هي نسبه معقوله جدا في دوله بتتبع اللي بنسميه القيد التلقائي. احنا دولة بتتبع القيد التلقائي للناخبين. يعني ايه القيد التلقائي للناخبين؟ يعني بمجرد ما يصل الناخب الى سن 18 سنة بيقيد دون قيد او شرط ودون رغبة منه على طول في قاعدة البيانات. علشان كده احنا عندنا هيئة ناخبة كبيرة، احنا عندنا 67 مليون ناخب. لو كنا بنتبع نظام الرغبة ان واحد يروح يطلب قيده، لا كان هيبقى العدد اقل من كده طبعا. فلما نبص على 40%، لا دي نسبة كويسة جدا بالنسبة لدولة تتبع القيد التلقائي. أنا أتوقع بقى إنه في هذه الانتخابات الجارية النسبة دي هتزيد عن 40%، يمكن تقترب من 50 وقد تفوق 50%، وهتبقى نسبة الحقيقة تاريخية إذا جاز التعبير في دولة أيضا تتبع القيد التلقائي. يعني لازم نأخذ هذه النسبة في الإطار العام، فكرة القيد التلقائي للناخبين. أتوقع أيضا إنه يعني نسبة المشاركة دي هتدي رسالة أن هناك دعم شعبي حقيقي للقيادة السياسية خلال الفترة 6 سنوات القادمة، وهتلقي في نفس الوقت
بكثير من المسؤوليات على القيادة السياسية اللي حيتم اختيارها، لأنه حيستجيب لمتطلبات الناس. وأعتقد أن أول متطلب حيكون موجود لدى الناس هو الحفاظ على الأمن القومي المصري، وبعد منه بقى الملفات الداخلية، الأزمة الاقتصادية، فرص العمل، مستويات الدخول، تحسين أحوال المعيشة، كل الكلام ده وارد، ده موجود. لكن الأولوية حتكون للحفاظ على الأمن القومي المصري. لا تنسي أنه الأمن والتنمية في الواقع المرأة تتجلى كنموذج يحتذى به في المشاركة في الانتخابات. هنتابع المزيد حول هذا الموضوع ونعود لحضراتكم من جديد. تعد المرأة المصرية شريكا أساسيا للرجل في صنع القرار وفي بناء الوطن، ولقد أثبتت على مر العصور ذلك الدور الفاعل، كما تعد داعما أساسيا في التنمية المستدامة للدولة المصرية في السنوات الأخيرة، حيث تشكل نصف الطاقة المجتمعية الفاعلة والمؤثرة. ومن هنا جاءت أهمية مشاركة المرأة في الانتخابات الرئاسية، حيث تعتبر دليلا واضحا ومهما على إدراك المجتمع المصري لأهمية المشاركة السياسية للمرأة من أجل تحقيق المساواة والشمولية، حيث تعد جزءا حيويا من النسيج المجتمعي. وليس أدل على عظمة المرأة المصرية المحبة لوطنها من ذلك المشهد المهيب الذي حرصت فيه على أن تكون أول المحتشدين أمام اللجان الانتخابية كعادتها من أجل الاستحقاق الانتخابي وأداء أمانتها والإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024. فتراها أمام اللجان الانتخابية في كل الأماكن سواء بسواء مع الشباب والرجال. وفي ظل حرص الدولة على تعزيز الممارسة الإيجابية للديمقراطية، أولت الدولة المصرية اهتماما كبيرا بالمرأة وتحسين ظروفها المعيشية والتعليمية بل والوظيفية أيضا، بحيث تستطيع ممارسة حقوقها السياسية والاجتماعية في ظل ظروف مناسبة تتيح لها التوفيق بين واجباتها الأسرية ودورها المجتمعي المنشود. ولقد أتيحت للمرأة المصرية في السنوات الأخيرة فرصة الانخراط الكامل في مجالات العمل المختلفة وتبوؤ المكانة التي تليق بها، من أجل ذلك فهي اليوم أكثر حرصا على المشاركة في الانتخابات الرئاسية للحفاظ على ما تحقق لها من مكتسبات، بل إنها أصبحت تدرك جيدا إن مشاركتها الانتخابية باتت فرض عليها للتأكيد حقوقها الدستورية وتحقيق صور التمكين المستقبلية وضمان الاستمرار في مسيرة التنمية والبناء، وذلك كله من خلال قدرة خاصة حظيت بها المرأة المصرية تمكنها من تهيئة المناخ الداعم للبناء لا يقابله نظير، ومن أجل مستقبلها ومستقبل أولادها والمساهمة في بناء وطننا الغالي مصر. نبقى معكم ويبقى معي دكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. أهلا بحضرتك مرة تانية دكتور حسن. أهلا وسهلا فيك. بما أننا يعني اطلعنا على دور المرأة بشكل سريع من خلال هذا التقرير، يعني محورين يعني كنت عايزة أتناقش فيه مع حضرتك. الأول متعلق بالفئات اللي بينظر ليها أن هي أكثر تفعيلا في المجتمع وأن بيعول عليها بشكل كبير جدا، طبعا المرأة والشباب. المرأة والشباب وفئات أخرى يعني بتسعى الدولة طبعا لإدماجهم في المجتمع بشكل أكبر وتقديم كافة التيسيرات لهم، وأيضا في الانتخابات ذوي الاحتياجات الخاصة، صحيح، القدرات الخاصة وكبار السن. كيف تنظر إلى يعني حجم التعاطي معهم سواء في هذا الحدث أو بشكل عام؟ يعني خليني أقول لحضرتك، يعني إذا كنا هنخصص الحديث بمناسبة الانتخابات الرئاسية، المرأة أنا بعتبر أنها رمانة الميزان في العملية الانتخابية. ليه رمانة الميزان يا أستاذ ريهام؟ لأنه المرأة تستطيع أن تؤثر في الأسرة بأكملها، تؤثر في الزوج وتؤثر في الأبناء إذا ما كانوش حتى في سن التصويت تقدر تاخدهم معاها إلى اللجان الانتخابية. هذا المشهد سوف يظل عالقا في ذهن الطفل اللي موجود لغاية ما يتمرن عليه ويبقى قدوة، هو شاف هذا الكلام، وبالتالي لما يجي سن التصويت هو هيروح أوتوماتيك للجنة الانتخابية بتاعته. أنا شفت الكلام ده في دول أوروبية كثيرة جدا، ويمكن المصريين ابتدوا يعملوا هذا الكلام من بعد 2014 لأنهم أدركوا أن صوتهم له دور وله وزن وصوتهم بيفرق فعلا. فالمرأة الحقيقة أنا أعتقد أنها مؤثرة بدرجة كبيرة، ويمكن في كتير من اللقاءات أنا كنت بوجه الدعوات للمرأة على وجه الخصوص.
لأنها تستطيع أن تستقطب الأسرة كاملة وتروح في هذا المشهد الاحتفالي وهذا المشهد الحضاري اللي يمكن التقرير عرض جزء منه الحقيقة. يعني الفئة الثانية زي ما حضرتك أشارتي كده فئة الشباب، ويمكن يعني على مدار التسع سنوات الماضية كان فيه اهتمام كبير جدا بحاجتين: تأهيل الشباب وصولا إلى تمكين الشباب. يعني ما ينفعش حضرتك تمكنيهم يبقوا مساعدين وزراء، نواب، محافظين، مش عارف ايه، الا اذا كانوا مؤهلين. ليه؟ ببساطه شديده جدا، القياده السياسيه خلال التسع سنوات السابقه كانت تنظر للشباب على انهم قاده المستقبل، فلابد ان هم يكونوا مستعدين لهذا المستقبل، مؤهلين بالمهارات اللي يستطيعوا من خلالها قياده هذا المستقبل فعلا، اللي تقدري حضرتك تركني عليهم معلش لبناء مستقبل افضل. تمام؟ هنا تاتي فئه الشباب لها اهميه كبيره. كان في عندنا مؤتمرات للشباب، عندنا اكاديميه وطنيه للشباب، عندنا اهتمام كبير جدا من خلال حتى الاحزاب السياسيه ابتدت تعيد النظر في ادوار الشباب لديها، يعني اصبح هناك اهتمام كثيف جدا بالشباب. لاحظت الكلام ده كمان في فتره الانتخابات من خلال تكثيف اللقاءات، لقاءات التوعية وبناء القدرات لدى تأهيل الشباب للقيادة وغيره، وحثهم على فكرة المشاركة وأن يبقى لهم دور وأنهم شركاء في عملية صنع القرار. كل ده كان نتيجته الحقيقة اللي شفتيه حضرتك النهاردة على مدار اليوم الأول، أن الشباب وقفوا يصطفون في أمام اللجان الانتخابية عشان يعبروا عن رأيهم. تمام؟ ده كان نتاج جهد الدولة الحقيقة والأجهزة المختلفة اللي بيستحق كل تقدير. حضرتك اشرتي الى الاشخاص ذوي الاعاقه كمان. الاشخاص ذوي الاعاقه، وبالمناسبه ده هو المسمى الرسمي يعني يعني الاشخاص ذوي الاعاقه، فهنا اهتمام كبير بيهم في هذه الانتخابات على وجه الخصوص. كما تعلمي حضرتك ان الهيئه الوطنيه للانتخابات قالت انه لاول مره بيتم طباعه بطاقه ابداء الراي بطريقه برايل. معناها ايه الكلام ده؟ معناها انه مكفوف البصر يستطيع ان يختار بارادته دون وسيط. مش هيقول لي لفلان اختار لي فلان فما يعرفش هو هيختار له ولا لا، لا ممكن يغلله او يزيف رغبته. صحيح، هو اختار له بنفسه. ده اعلى درجات المصداقيه والنزاهه، اعلى درجات المصداقيه والنزاهه. شوفي انت حريصه على كل صوت، عندك فيديوهات تعريفيه للصم والبكم بطريقه الادلاء بالاصوات، عندك اللجان تم توزيعها في الادوار الارضيه للاعاقات الحركيه، يبقى هنا كان في اهتمام كبير جدا بالاشخاص ذوي الاعاقه لكي ييسر لهم عمليه الادلاء بالصوت، لدرجه انه حتى اذا كانت اللجنه في دور علوي يستطيع رئيس اللجنه او قاضي اللجنه ان هو ينتقل بالصندوق الى ذوي الاعاقه الحركيه، المهم انه يوصل للجنه. طب شوفي انت بتيسري كل الامور بالبلدي كده، يعني ما يبقاش فيه حجه للناخب ان هو يحجم عن الادلاء بصوته. ليه؟ لان الدوله حريصه والهيئه الوطنيه للانتخابات حريصه على ان كل مواطن يدلي بصوته. كلما زادت نسب المشاركه معناها دعم القياده السياسيه خلال الفتره المقبله. معنى ايه الدعم للقياده السياسيه؟ انها تصبح لديها مساحه من الحركه في انها تتبنى سياسات وتتخذ قرارات لتلبيه احتياجات المواطن وتحقيق كمان الهدف الاسمى وهو الحفاظ على الامن القومي المصري. النهارده حضرتك لما الناس بتروح تشارك هي تشارك بدور في الحفاظ على الامن القومي، لانه التحديات جسيمه بالفعل والمخاطر حقيقيه على الامن القومي المصري وعلى السياده الوطنيه وعلى الاستقرار كمان داخل الدوله المصريه. انتقل مع حضرتك لدور الإعلام. دور الإعلام في المتابعة المطابقة للمواصفات الحريقة والمصداقية، دور الإعلام أيضا في التوجيه، ولا أقصد المفهوم السيء توجيه الناخبين لأنها مسألة مرفوضة جملة وتفصيلا، لكن في التوجيه بمعنى صقل الوعي لدى المواطن وحثه على المشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق. يعني كيف تقيمون الاعلام على يعني على عده مستويات؟ يعني المستوى الاول ان هو يتيح الفرصه للمرشحين ان هم يعرضوا برامجهم، تمام، وبمساحات متساويه، يعني قاعده المساواه، عدم الانحياز لمرشح على حساب مرشح اخر. واظن ان الاعلام نجح بامتياز في هذا الامر، يعني استطاع المرشحون ان يصلوا الى قطاعات كبيره، وانا قاصد اقول قطاعات كبيره من الناخبين، لانه في مستوى اخر هتكلم عنه، قطاعات كبيرة من الناخبين يعرضوا من خلالها برامجهم، وبالتالي يبقى مساحة الاختيار واسعة، خصوصا ان احنا عندنا اربع مرشحين زي ما حضرتك تعلمي، منهم ثلاثة حزبيين، ودي في حد ذاتها نقطة ايجابية بالنسبة للعملية الانتخابية في 2024. معناها ببساطة انه فعلا في حالة من حالات الحراك، حالة من حالات الحيوية بالنسبة للاحزاب السياسية، 104 حزب لما يطلع منهم ثلاثة من زعماء الاحزاب، يعني خطوة على طريق طويل. نعم. قد نحتاج فيه إلى مزيد من التفصيلات لما يبقى عندنا وقت نتحدث عنه، لكن في نفس الوقت هتلاقي حضرتك أنه الناخبين هنا يعني بيتوافر لهم ضمانات حقيقية للعملية الانتخابية، تمام، من خلال الإشراف القضائي الكامل. أنت عندك قاضي لكل صندوق، تمام. كان قبل كده بنلاحظ أنه في
أضافي اللجان العامة، بينما يوجد موظفين تنفيذيين في اللجان الفرعية، لأن النهاردة عندنا إشراف قضائي كامل، وده بيعزز من مصداقية العملية الانتخابية. كل هذه الإجراءات بتصب في إيه؟ بتصب في حقيقة واحدة الحقيقة يا أستاذ ريهام، أن هناك إرادة سياسية حقيقية بأن تخرج هذه الانتخابات في أبهى صورة ومظهر حضاري. لاحظي حضرتك أن الكثافة لم يترتب عليها فوضى، يعني كثافة الحضور لم يترتب عليها فوضى، إنما كانوا مصطفين، وهذا الاصطفاف في حد ذاته معناه أن الوعي والقدرات أصبحت أكثر بكثير نتيجة خبرات وممارسات، نتيجة اهتمام تراكمية بالظبط، نتيجة اهتمام كبير من مؤسسات الدولة، نتيجة استجابة كمان من الفئات الاجتماعية المختلفة، شباب كبار سن مرأة وغيرهم، كلهم عندهم الرغبة الحقيقية ان هم يشاركوا ويبقى لهم دور حقيقي في بناء المستقبل. فكأنه باختصار كده انه المشاركة منذ اليوم الاول هي رسم لطريق المستقبل الذي يرغبه من ادلى بصوته. الانتخابات الرئاسية وأكثر من اختبار الحقيقة في مواجهة الشائعة مرت بمصر، ويعني في نجاح نسبي تحقق على مدار السنوات الماضية، يعني لأي مدى وبشكل مؤشري يعني تم التعامل مع الشائعات بالشكل الذي يقينا شرورها حتى نضمن النجاح اللي بإذن الله يتحقق في الانتخابات الرئاسية 2024؟ شوفي، الشائعات طول عمرها موجودة على مدار التاريخ وسوف تظل موجودة، لكن المهم انك تقدري تكافحي هذه الشائعات. الشائعات كانت جزء مما يطلق عليه حروب الجيل الرابع، تمام، وكانت بتستهدف فئات بعينها وهي فئة الشباب، يعني فكرة الغزو الفكري، تمام، فكرة الاستقطاب، احداث انقسام، تزييف الوعي، كل الكلام ده كان احد الادوات المهمة، ومن بينها طبعا نشر الشائعات المكذوبة عشان يثير التوتر داخل المجتمع ويثير قلاقل داخل المجتمع، مش عايز هذا المجتمع يظل مستقر. وانت تعلمين ان مصر دائما مستهدفة، يعني مصر مستهدفة بمؤامرات كثيرة جدا، باحداث قلاقل واضطرابات داخلية، باحداث حالة من حالات الانقسام المجتمعي، اثارة حالة من يعني الاستقطاب الشديد جدا، علشان الدولة المصرية دي ما تتفرغش لعملية البناء، تتفرغ فقط لمكافحة الرد. بالظبط. لكن الحقيقة اعتقد ان الدولة نجحت في هذا الامر. الحقيقة نجحت بايه؟ نجحت بتحقيق انجازات حقيقية على الارض، يعني هي لم تهتم فقط بفكرة الرد على الشائعات، لا، هي اهتمت بانها ترد من خلال انجازات تكذبها بالفعل. بالظبط، على مدار 9 سنوات. علشان كده رأي العين اللي شاف خلال ال9 سنوات دي شاف بالتأكيد التطور اللي طرأ على الدولة المصرية وعلى المجتمع المصري من 2014 لغاية النهاردة، ويمكن ده كان أحد الأسباب اللي خلت الناخبين يشاركوا في العملية الانتخابية النهاردة، إن هم حاسين ما عندهمش شك في نزاهة ومصداقية. بالظبط، حاسين كمان إن الإنجازات دي بتاعتهم، ابتدوا يحصدوا عوائد هذه الإنجازات ويحافظوا عليها. طب أنا أحافظ عليها إزاي؟ بإني أدي الدور المطلوب مني، الدور المطلوب مني في هذه اللحظة ان انا اشارك في اختيار القيادة السياسية وفق معايير انت شايفها، بقى اختار اللي انت عاوزه وفق المعيار اللي انت شايفه، برضو وفق المستجدات في الظروف المحيطة بيك، تختار قيادة كفء تستطيع ان تقود السفينة، تستطيع ان تراكم على ما تحقق من انجازات، ان تحافظ كمان على هذه الانجازات علشان تسلمها للاجيال اللي جاية افضل وافضل. سؤال استباقي، عندما تخرج الانتخابات بالشكل اللائق الذي نتمناه جميعا، ما دلالات ذلك وما الرسائل الإيجابية التي ترسلها للداخل والخارج، وكيف يمكن البناء على هذا الزخم اللي بالتأكيد لا يختلف أحد أنه حيكون يعني التطور النسبي حدث على مدار تاريخ الانتخابات الرئاسية، لأن بالتأكيد هذه الانتخابات تجاوزت كثيرا من أخطاء الماضي. أول رسالة حقيقة أن مصر دولة مؤسسات، أن مصر دولة كبيرة تلتزم بأحكام الدستور ونصوص القانون. ليه أنا بقول هذا الكلام؟ لأنه حضرتك تعلمي أنه في فترات سابقة كان هناك دعوات يعني إلغاء الانتخابات، تأجيل الانتخابات، تحت دعوة أنه في توترات كثيرة جدا والظرف مش مناسب. لا، إصرار الدولة المصرية على إتمام العملية الانتخابية في موعدها أعتقد أنه هو بيؤكد أن مصر بالفعل دولة مؤسسات، وتستطيع فعلا أنها تنجز هذا الحدث المهم رغم كل التحديات التي تواجهها. الرسالة الثانية الحقيقة هي فكرة الثقة الموجودة بين المواطن والدولة، ممثلة في كثافة الإقبال على اللجان الانتخابية. كثافة الإقبال دي نتيجة أن المواطن أصبح على ثقة من مصداقية العملية الانتخابية، وبيبعث بهذه الرسالة للخارج أنه مصر فيها المصريين يدعمون القيادة السياسية، لا توجد فجوات بين الدولة وبين المواطن في الدولة المصرية. الرسالة الثالثة أن المصريين يسيرون في طريق البناء والتنمية رغم كل التحديات،
مصر تستطيع أن تكافح التحديات وأن تسير في طريق البناء جنبا إلى جنب. حضرتك تعلمي في سنوات سابقة كثيرة كانت مصر بتواجه موجات من العنف وموجات من الإرهاب، ومع ذلك كانت مسيرة التنمية تستمر إلى أن تم القضاء على العنف وعلى الإرهاب. تستطيع مصر أيضا أن تتجاوز الضغوط اللي موجودة النهاردة إقليميا، وأن تستطيع أيضا الاستمرار في مسار التنمية. الرسالة الرابعة أن مصر هي دولة ذات ثقة الاستراتيجي والسياسي في منطقتها. مصر دولة مفتاحية في إقليمها، لا يمكن أبدا لقضية ما أن تمر إلا عبرها، سواء على المستوى الإفريقي أو المستوى العربي أو المستوى الشرق أوسطي. وبالتالي مصر تحتفظ بهذه المكانة عبر سياسة خارجية نشطة لقيادة سياسية مدعومة شعبيا لها تأثيراتها على الداخل المصري. الشباب هو الذي يعول عليه بشكل كبير لقيادة عجلة التنمية الشاملة في المستقبل القريب بإذن الله. الشباب له دور فاعل في المجتمع ومحطات كثيرة حتى وصل إلى الوضع الحالي، ونتطلع دوما للمزيد. كيف يترجم هذا الأداء في المشاركة الانتخابية؟ نتابع المزيد ونعود لكم من جديد مشاهدينا الكرام. في مشهد يعكس قيمة الشباب المصري الراغب في المشاركة بالتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، احتشد آلاف الشباب من الجنسين أمام لجان الاقتراع، وذلك للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية وممارسة حقهم القانوني والدستوري. واصطف الناخبون الشباب في طوابير قبل فتح اللجان بساعة على الأقل، مؤكدين أهمية دورهم في صنع مستقبل بلدهم. ورفع الناخبون أعلام مصر، مؤكدين على ضرورة المشاركة في الانتخابات لاستكمال مسيرة الإصلاح والبناء والتنمية ومحاربة الإرهاب. غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب ذكرت أن الشباب المصري من أولويات الدولة المصرية في العشر سنوات الأخيرة، ويعكس اهتمامهم بالمشاركة في ظل علاقة وتشارك بين الدولة وكافة قطاعات الشباب في الفترة الأخيرة. كما تواجد بعض الشباب المتطوعين أمام المدارس لمساعدة المواطنين في معرفة اللجان الخاصة بهم. وتستمر عملية التصويت على مدار 3 أيام، وذلك في 9376 مركزا انتخابيا تضم 11631 لجنة اقتراع فرعية موزعة على المدارس ومراكز الشباب والوحدات الصحية. وتجري الانتخابات الرئاسية تحت إشراف قضائي كامل يتولاه 15000 قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، فضلا عن مشاركة 14 منظمة دولية في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية بإجمالي 220 متابعا، إلى جانب 62 منظمة مجتمع مدني محلية بإجمالي 22340 متابعا. وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية تضم 528 متابعا دوليا من 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح ل 4218 صحفيا وإعلاميا لها. المتابعة للبرامج الانتخابية للمرشحين لانتخابات الرئاسة بيلمس يعني كثير من الأوتار اللي توجه بها المرشحون إلى الناخب، إلى المواطن المصري، سواء بتحقيق تطلعاته وطموحاته أو بتغلب على مشكلاته. وربما استطلاعات آراء المواطنين اللي عقدناها على مدار الأيام الماضية تطرح سؤال مهم جدا، وهو ما الذي يريده المواطن من الرئيس القادم؟ سؤال التوجه بدوري به الى دكتور حسن سلامه استاذ العلوم السياسيه بجامعه القاهره. اتفضل دكتور. الحقيقه يعني سؤال حضرتك سؤال مهم، لانه المساله مش بس العمليه الانتخابيه على ما فيها من دلالات ومؤشرات كثيره ورسائل كثيره يبعث بها الى الخارج، لكن يبعث بها الى الداخل كمان. الرسائل المهمه انه طب الناس عايزه ايه من الرئيس خلال الفتره من 2024 ل 2030؟ الناس محتاجه انها تستكمل رؤيه البناء والتنميه. الناس محتاجة شكل جديد للعلاقة بين المواطن والدولة خلال الست سنوات القادمة. الناس محتاجة زي ما بنقول كده جمهورية جديدة قوامها بالفعل مؤسسات فاعلة على الأرض تستطيع تلبية احتياجات المواطنين. الناس محتاجة إنسان مختلف يؤمن بفكرة الحوار والمشترك والبحث عن مساحات مشتركة بينه وبين غيره. الناس محتاجة كمان كيانات حزبية تعيد النظر في أدوارها ووظائفها، تستطيع أن تؤدي دور فيما يتعلق بعملية التنشئة السياسية، تحرر الناس في السياسة، تعرف الناس السياسة، يبقى لها فعالية حقيقية على الأرض ليست مجرد أرقام أو أعداد مع كل التقدير يعني، لكن لابد أنها تكون فاعلة حقيقية على الأرض.
كل ده مطلوب الحقيقة. لو ترجمنا الكلام ده في صورة ملفات الحقيقة يا أستاذ ريهام، هنقول إنه الظرف الحالي يفرض علينا إنه يكون ملف الأمن القومي المصري له الصدارة والأولوية. فكرة الحفاظ على أمن واستقرار هذا البلد أعتقد أنها المهمة الأولى 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 اللي حيتصدى لها الرئيس خلال فترة الست سنوات القادمة، خصوصا أنه التحديات لا تتوقف. إذا كنا بنتكلم النهاردة على عدوان إسرائيلي على غزة، إذا كنا بنتكلم على توترات في ليبيا، توترات في السودان، احنا ما احناش عارفين هذه التوترات سوف تنتهي متى ونتائجها هيكون شكلها ايه، واذا كان هيظهر توترات جديدة تهدد الامن القومي المصري بصور مختلفة، تمام. وبالتالي فكرة ملف الامن القومي سوف تظل دائما في الصدارة. ليه؟ لانه هيتوازن معاه الحقيقة مجموعة من الملفات الداخلية، من بينها طبعا الملف الاقتصادي، فكرة غلاء الاسعار، فكرة مستويات الدخول، فكرة فرص العمل، التشغيل، التصنيع، الزراعة، كل دي امور تمس تماما حياة المواطنين، تمس تماما حياة المواطنين، وبالتالي هو ملف في غاية الأهمية. يتوازى معه كمان ملف اجتماعي، ملف اجتماعي هنا يرتبط بقيم المجتمع، الحفاظ على قيم المجتمع ومنعها من التدهور. انت عارفه ان في استهداف للمجتمع المصري ببث قيم سلبيه كثيره جدا، لا انت محتاجه الحقيقه تعلي من القيم الايجابيه التي تحض على التماسك والتجانس داخل المجتمع وتنفر من حاله الانقسام. يتوازى مع كل ده بقى الحقيقه، ويمكن كان بدا من فتره، فكره يعني حاله من حالات الحيويه السياسيه. انت كنت بدأتي في فترة الحوار الوطني بين قوى سياسية متعددة، لا انت محتاجة ان هذا الحوار يستمر ولا يتوقف علشان يبقى عندك كيانات سياسية فاعلة على الارض تستطيع فعلا التعبير عن مصالح المواطنين وتؤدي وظائف حقيقية، سواء كان الكلام ده على مستوى الأجهزة التنفيذية او على مستوى الكيانات المجتمعية، احزاب ومؤسسات مجتمع مدني. في كلمة حضرتك قلتها ملهمة جدا وهي اللي هتدفعني للسؤال القادم، الحيوية. الحيوية مرتبطة بالشباب، صحيح، لكن اللافت الحقيقة في هذا المشهد الانتخابي وفي مشاهد انتخابية سابقة أن الحيوية يتحلى بها الشيوخ وكبار السن في هذا الشكل المبهر من الإقبال على المشاركة في الانتخابات، بيتحدوا عمرهم، بيتحدوا حالتهم المرضية، بنشوف على كرسي متحرك بيتوجه يعني رجل أو سيدة مسنة حتى يدلي بصوته، وده بيطرح كثير من التساؤلات ويعطي يعني نماذج وقدوة حسنة إلى الشباب. المشهد ده حضرتك بتشوفه إزاي؟ وإزاي ممكن يعني نعزي ليه أيضا الإقبال الأكبر في الانتخابات النسبي اللي استشافه كثير من المتابعين على مدار يوم واحد من التصويت في الانتخابات الرئاسية؟ إنه يعني بعض الدراسات أجريت على أسباب إقبال كبار السن على وجه الخصوص للعملية الانتخابية وعلى لجان الانتخاب. اكتشفنا أن واحد الأسباب المهمة أنه تراكم الخبرات، هو شاف كتير من أحداث، وبالتالي هو عايز يضمن دائما أن تكون هذا البلد، أن يكون هذا البلد آمنا ومستقرا، وبالتالي هو شايف أنه الدور اللي عليه النهاردة هو المشاركة في العملية الانتخابية باختيار قيادة معينة، يعني دعم قيادة بعينها، تمام، باختيار شخص بعينه من المرشحين. الخبرات السابقة دي بتلعب دور كبير جدا الحقيقة، والفارق العمري بيلعب دور كبير كمان الحقيقة يا أستاذ ريهام. حاجة تانية أنه حكمة وبصيرة كبار السن، هو شايف ما هو أبعد، هو شايف ما هو لا يقرأ الحاضر فقط ولكن أيضا يستشرف المستقبل ممثلا في أبنائه وأحفاده، فهو عايز يضمن أن يكون هذا المستقبل آمنا ومستقرا في وطن آمن ومستقر، وأن تستمر فيه عملية البناء والتنمية. دول سببين رئيسيين الحقيقة عبر عنهم كبار السن لما سألناهم إيه سبب الإقبال على العملية الانتخابية رغم تحديات المرض والسن وغيره والأعباء الكثيرة. الحاجة الثالثة بقى والأخيرة هو أنه عايز يشعر دايما أنه ما زال حيا، أنه له دور موجود، هذا الدور لم يختفي، على الأقل أنه هو صوته ما زال موجودا وما زال مؤثرا. لأن ببساطة قال كلمة مهمة قوي، الفارق بين المشاركة وعدم المشاركة هو بالضبط الفارق بين الحياة وبين الموت. حكمة وحيوية وصمود لهذه الفئة كبار السن، ولهم كل التحية، تستحق التقدير. نتابع المزيد عنهم ونعود لكم من جديد مشاهدينا الكرام. مع بدء الاستحقاق الانتخابي الأهم، توافد كبار السن على اللجان الانتخابية بمختلف محافظات الجمهورية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي تجرى على مدى 3 أيام،
حرصا منهم على المشاركة بفعالية وأن لا يمنعهم التقدم في العمر من ممارسة حقهم الانتخابي. وجرت الانتخابات بشكل منظم، وقدم رجال الشرطة خارج اللجان والقضاء والموظفون داخل اللجان كل المساعدة للناخبين للإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر. وكان لافت للنظر حرص كبار السن من الجنسين على الإدلاء بأصواتهم بصورة أكبر من أي فئة أخرى، كما حرص الأزواج على اصطحاب زوجاتهم للإدلاء معا بأصواتهم في الانتخابات، وحرص عدد كبير من العاملين والموظفين على الإدلاء بأصواتهم مبكرا قبل التوجه إلى عملهم، ما يعكس مشاركة أكثر من جيل معا في الانتخابات، حيث حرصت البنات والأبناء على اصطحاب الأمهات والآباء للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات. وحرصت الهيئة الوطنية للانتخابات على تقديم العديد من التيسيرات التي من شأنها تسهيل ممارسة المواطنين من كبار السن وذوي الهمام لحقهم الدستوري في الاقتراع، وذلك من خلال تحديد لجانهم الفرعية في الطوابق الأرضية من المراكز الانتخابية وتزويد اللجان بإرشادات مكتوبة لتسهيل عملية الاقتراع لمن يعانون من إعاقة سمعية، فضلا عن وجود بطاقة تصويت مطبوعة بطريقة برايل للتسهيل على الناخبين المكفوفين. كما جرى تجهيز أقوال أمنية وخدمات مرورية مجهزة بأحدث الوسائل والتقنيات اللوجستية الحديثة لملاحظة الحركة المرورية بالطرق والمحاور الرئيسية ومحيط اللجان الانتخابية للمساهمة في توفير مناخ ملائم وآمن وتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان والتعامل الفوري مع أي مواقف قد تطرأ أثناء سير العملية الانتخابية واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتيسير على المواطنين لا سيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. التسلح بالدروس المستفادة واحدة من المناحي اللي يجب أن نطرقها بشكل كبير جدا ونحن إزاء مشهد انتخابي جديد، وربما ما نشهده الآن وفي اليوم الأول من التصويت هو ثمار حصدت من التجارب السابقة. لأي مدى يتفق معي دكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة؟ هذا هو سؤالي لك هذه المرة دكتور حسن، يعني منطق العمل بالدروس المستفادة واستفادة من ممارسات خاطئة شابت مشاهد انتخابية سابقة والارتقاء إلى أفاق أرحب في المستقبل القريب بإذن الله، يعني أين تقف الانتخابات الرئاسية هذه المرة ما بين هذا وذاك؟ يعني أنا عايز أقول لحضرتك بشهادة كثير جدا من المتابعين، اليوم الأول من العملية الانتخابية لم تشبه أدنى مخالفات، ده معناه أنه بالفعل المرشحين ومندوبوهم استفادوا من ممارسات السنوات السابقة وممارسات الفعاليات الانتخابية السابقة، لم تكرر نفس الأخطاء، وده شيء إيجابي، ده معناه أن احنا فعلا بنسير في الطريق الصحيح. ليه؟ لأن احنا خرجنا المشهد في اليوم الأول بأعلى درجة من درجات الرقي والمشهد الحضاري الحقيقة، ما حصلش أي اختراقات أو خروقات للعملية الانتخابية، الكل التزم الحقيقة، والكل التزم ليه؟ الكل التزم لأنه يدرك أنه هذا الحدث يتابعه العالم كله، مش بس يتابعوا المصريين، لا المسألة مش يعني أسباب ذاتية، لا أسباب كمان أنت تبعثي برسالة أنه هذا الحدث لابد أن يخرج في أبهى صورة، تمام؟ ده بيعكس إرادة المرشحين، إرادة الهيئة الوطنية للانتخابات كمان اللي مشرفة على العملية الانتخابية كلها، وخرجت المسألة بأبهى صورة بالفعل، لأنه استفدنا فعلا من الدروس، يعني استفدنا من الدروس من المرات السابقة، وده كان نتيجته ما حدث الآن. الأمر الثاني الحقيقة أنه استفدنا أيضا من أنه فكرة الإحجام لا تحقق نتيجة، وبالتالي من هنا شفنا نسبة المشاركة العالية في اليوم الأول على عكس ما كان متوقعا. استفدنا أنه غياب المشاركة ده معناه انك حضرتك بتضيع حقك، روح واختار، وهذا ما حدث بالفعل. استفدنا كمان من انه محتاجين دايما يبقى عندنا تكثيف للحث على المشاركة، وده جاب نتيجته الحقيقة من خلال كثير جدا من الفعاليات اللي استهدفت الشباب والفتيات والمرأة وغيرها، واسفر عن المشهد الحضاري اللي احنا شفناه في اليوم الاول. الى اي مدى الشعب المصري حضرتك بتشوف ان يعني بشكل مبدئي، طبعا مش عايزين نستبق لان لسه فاضل طبعا يومين مهمين جدا، ان احنا بنعمل بمنطق السلاح المضاد، بمعنى
من أرادوا التشكيك ومن يروجوا نبرات التشكيك كانوا دايما بيستندوا إلى الأزمات السياسية العاصفة والأوضاع الاقتصادية بالغة الصعوبة. ومن نفس المنطلق هذه هي القوى المحفزة للمصريين هذه المرة للمشاركة بفعالية وبجدية في هذا المشهد الانتخابي والخروج بمصر إلى بر الأمان. الفلسفة دي يعني كيف تنبني؟ الشعب المصري زي ما بيقولوا كده ملوش كتالوج بالفعل تمام، واللي بيحاول ينفذ إلى داخل الشعب المصري ويسيطر عليه لا هو بيفاجئ بأمور مختلفة تماما، وده اللي بيحصل الحقيقة، وده اللي حصل في الفعاليات الانتخابية. الناس كانت تراهن على انه الاوضاع الاقتصادية وازمات سياسية معينة وتوترات بعينها هتخلي نسبة المشاركة اقل. ويمكن لما حضرتك تتابعي كتير جدا من يعني الدراسات والمقالات الموجودة في الصحف الاجنبية ومراكز البحوث الاجنبية كلها بتركز على حاجة واحدة، هي فكرة الأزمة الاقتصادية، وتنسب للدولة وتنسب للحكومة المسؤولية المباشرة عن هذه الأزمة وتداعياتها السلبية على المواطن، في حين أنه معلوم أن هناك أزمات عالمية كان لها دور كبير جدا فيما نعانيه من ضغوط اقتصادية داخلية. كان هدف الكلام ده إيه؟ التشكيك في العملية الانتخابية وجدواها، التشكيك في إقبال المواطنين على العملية الانتخابية. جه العكس تماما، جه العكس تماما، جه الرد تماما، وفي منذ اليوم الأول جاء ردا بليغا بأنه مهما كانت محاولات المزايدة والتشكيك في الدولة المصرية لا، المصريين في وقت الأزمات بيطلعوا على قلب رجل واحد وبيخرجوا كلهم يقولوا كلمة واحدة، إن احنا وراء قيادة سياسية نختارها لمدة 6 سنوات، وإن لنا حق لن نتركه في هذا الوقت العصيب، لأننا نحتاج بالفعل إلى قيادة كفء تستطيع أنها تقود سفينة الوطن. الرد كان بليغ جدا يا أستاذ ريهام، ما زلنا ننتظر مزيد من الردود من خلال إقبال أكثر من الناخبين المصريين. تعلمي حضرتك وفق بيانات الهيئة الوطنية للانتخابات قالوا حوالي 5 مليون في اليوم الأول كانوا بيستعلموا عن لجانهم الانتخابية، وده عدد كبير. لو احنا شهدنا 5 و5 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 ممكن نصل إلى أكثر من 50% من يعني الهيئة الناخبة، ودي نسبة كبيرة الحقيقة أتوقع أن احنا نصل إليها في هذا الاستحقاق التاريخي. أخيرا دكتور حسن، كثيرون يتساءلون عن المحطة القادمة بعد الانتخابات الرئاسية، يعني سؤال بالأحرى أيضا أن نسأله لأنفسنا كثيرا، ماذا بعد السيناريوهات القادمة التي تنتظر مصر الجديدة؟ شوفي أنا أتصور أنه يعني السيناريو اللي يعني احنا عندنا حاجتين، سيناريو مرجح وسيناريو مرغوب. السيناريو المرغوب هو أن يكون إن أمامنا حالة جديدة من التماسك بين الدولة وبين المواطن، حالة مختلفة عما سبق، تقدر فيها الدولة المواطن ويدعم فيها المواطن الدولة والقيادة السياسية. حالة التماسك والتشابك دي بين المواطن ومؤسسات الدولة هي دايما بتبقى الصخرة التي تتحطم عليها كل التحديات اللي ممكن تواجه الدولة المصرية أو المجتمع المصري. احنا محتاجين الحقيقة يا أستاذ ريهام استفادة من العملية الانتخابية دي ان يبقى عندنا مشروع مستدام من 2024 ينتهي 2030 في الانتخابات القادمة لبناء وعي المواطن. إذا كنا النهاردة بنتكلم على المواطن أصبح لديه وعي من خبرات سابقة، لا احنا عايزين بقى نتحرك بالصورة العلمية اللي تبني وعي حقيقي وليس وعيا زائفا قائما على معلومات مستقاة من وسائل التواصل الاجتماعي بما فيها من شائعات وغيره وسلبيات كثيرة جدا. انت محتاجة يكون في مشروع تشتغلي فيه على النشأ اللي موجود النهاردة اللي سنه هيبقى 18 سنة في 2030 علشان يبقى مستعد لعملية التصويت. ده مشروع كبير تمارسه الدولة لمؤسساتها المختلفة، تمارسه مؤسسات التنشئة المختلفة، الأسرة والمدرسة والجامعة ووسائل الإعلام والأحزاب وغيرها، كل في مجاله وكل له دور ونطاق يعمل فيه، ولكن وفق رؤية متكاملة هي رؤية الأجيال المستقبلية، رؤية التنمية المستدامة. انت بتبني للحاضر وبتبني للمستقبل. هذا المشروع المستدام الحقيقة مطلوب الآن أن توضع لبناته الأولى وأن يرسم إطاره حتى يكون قابلا للتنفيذ خلال المراحل المقبلة. دكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، بشكر حضرتك على تشريفك لنا في هذه الوقفة الحوارية وفي هذه المتابعة اليوم الأول من أيام تصويت المصري في الداخل. جزيل الشكر. نترقب يوم تصويتي جديد في الغد بإذن الله من 9 صباحا وحتى 9 مساء بتوقيت القاهرة، وبالتأكيد كثير من المعلومات لإقبال المصريين وكثير من الملامح المميزة للمشهد الانتخابي من خلال عيوننا ومراسلينا في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية. نشكر لكم حسن المتابعة ونترككم للمزيد من التغطيات الممتدة والمتواصلة معكم على شاشة قناة الأخبار، وبعد قليل ساعة إخبارية شاملة.